تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ودائما صباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم مستمعينا الأعزاء مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعينا الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل يعكس آثار إيجابية على صحتكم. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. قبل لا نبدأ الحلقة أحب دائما نرحب بفريق العمل المبدع معاي، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الغفلي، وأيضا في الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأيضا نرحب اليوم وجود الأخت آمنة العلي معاي. أختي آمنة صباح الخير. أهلا فيك أخوي عبد الله، صباح النور والسرور. الله يصبحك إن شاء الله بالنور والعافية. وأنا محدثكم مستمعين الأعزاء عبد الله محمد جمعة، ومن خلال أيضا برنامج صحة وسعادة نرحب دائما بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم، دائما فقرة الأخبار أو فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم عندنا خبر تحت عنوان تناول الكافيين يوميا أثناء فترة الحمل مرتبط بصغر حجم المولود، وتفاصيل الخبر طبعا بيكون دائما مع الأخت آمنة العلي. أما فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات الهيئة أو الصفحات ذات العلاقة في الشؤون الصحية والمستجدات بتكون مع زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. أما فقراتنا لهذا اليوم، فقرة أنماط الحياة أو دراسة مسحية لليافعين في مدارس دبي، وبتكون الضيفة معاي عبر الهاتف اليوم الدكتورة منى عبد اللطيف عمر، أخصائي أول الصحة العامة بقسم برامج ودراسات الصحة العامة، وبنستعرض معاها عن نتائج هاي المسحة اللي تم عملها في مدارس إمارة دبي. والفقرة الأخيرة لهذا اليوم تحت عنوان الحمل وكوفيد 19، أيضا موضوع حيوي ومهم جدا، بنستعرض مع الدكتورة إكرام عبد العزيز أخصائي أمراض النساء والولادة بمستشفى لطيفة بدبي عن الحمل وكوفيد 19 ومدى تأثير الجنين إذا كانت الأم حامل ومصابة بكوفيد 19، وإذا كان أو إذا تنتقل العدوى من الأم إلى الطفل، وأيضا بنتكلم معها عن أهمية اللقاح بالنسبة للمرأة الحامل. بنرحب دائما على اتصالكم أو نرحب دائما بتواصلكم معنا مستمعين الأعزاء، وبإمكانكم التواصل أو الحديث مباشرة مع ضيوفي على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى فقرة الأخبار أختي آمنة. نعم أخوي عبد الله، اليوم خبرنا يقول تناول الكافيين يوميا أثناء الحمل مرتبط بصغر حجم المولود. أظهرت دراسة حديثة نشرت في موقع جامع الإلكتروني أن النساء الحوامل اللواتي يشربن كميات من المشروبات التي تحتوي على الكافيين يوميا يلدن أطفالا أصغر حجما مقارنة بالحوامل اللواتي يتجنبن تناول الكافيين. وأظهرت نتائج الدراسة بأن النساء اللواتي يتناولن الكافيين يوميا يلدن أطفال أصغر حجما بمقدار ما يقارب الكيلوغرام، بالإضافة إلى ذلك كان محيط رأس أطفالهن أصغر بنحو 10 بوصة من محيط رأس الأطفال الذين لا تتناول أمهاتهن الكافيين أثناء الحمل. وقالت طبعا المؤلفة المشاركة في الدراسة والباحثة في معهد يونس كيندي الوطني لصحة الطفل الدكتورة كاثرين بأنه تشير نتائجنا إلى أنه قد يكون من الحكمة الحد من المشروبات التي تحتوي على الكافيين أثناء الحمل أو التخلي عنها، ومن الجدير أيضا أن تستشير النساء أطبائهن حول استهلاك الكافيين أثناء الحمل.
وأضافت يمكن لحجم المولود الصغير أن يعرضه لخطر أكبر للإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري في وقت لاحق من الحياة، ويتسبب الكافيين في انقباض الأوعية الدموية في الرحم والمشيمة، مما قد يقلل من إمداد الجنين بالدم ويثبط نموه، كما أنه قد يعطل هرمونات الإجهاد لدى الجنين، مما يعرض الأطفال لخطر زيادة الوزن بسرعة بعد الولادة وللمشاكل الصحية في وقت لاحق من الحياة. نعم، خبر جميل أختي آمنة، ونحن دائما الحقيقة ننصح بالمرأة الحامل بأنها تتبع يعني نظام وبرنامج غذائي متوازن، لأن لو تذكرين أختي آمنة في الحلقات السابقة تكلمنا عن أيضا يعني التأثيرات اللي تمر فيها المرأة أثناء الحمل، إذا كان يعني مثلا موضوع نفسي أو موضوع مرتبط بالتغذية أو موضوع عاطفي أو أي شيء آخر، فهذا يعني مباشرة يأثر على قد يكون نفسية الطفل أو يعني نمو الطفل وأيضا حركة الطفل. نعم. أثناء فترة الحمل. وطبعا أخوي عبد الله، الكافيين أو أي شيء آخر ممكن تستهلك المرأة خلال الحمل، كل شيء بالاعتدال. هاي الدراسة طبعا ما نخوف اللي يشربون الكافيين، الدراسة تقول هالناس يعني النساء كانوا يشربون الكافيين بشكل يومي، وأكيد صحيح. بمقدار يعني مقدار كبير، مو بالمقدار البسيط. فدائما نقول استشارة الطبيب أثناء الحمل هي الحل الأمثل للمرأة الحامل. صحيح، والتوازن مثل ما ذكرت يا أمنا. نعم، ننتقل إلى فقرة السوشيال ميديا ومستجدات التواصل الاجتماعي مع زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. أختي أسمى صباح الخير. صباحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. يا صباح النور، وين الطاقة الإيجابية اسم اليوم؟ من دمج. ترى نحن خلاص قمنا نعرف إذا في طاقة إيجابية ولا ما في. الله يعافيكم. ناخذ تقريبا جولة في قنوات التواصل الاجتماعي ومن ضمن الأشياء اللي كنا نحن حاطينها يوم أمس، هل تتأثر نتيجة فحص الكي سي آر إذا قمت بأخذ اللقاح؟ الجواب الصحيح لا توجد أي علاقة بين أخذ اللقاح ونتيجة فحص الكي سي آر، حيث أن اللقاح لا يسبب مرض كوفيد. في بعض الملاحظات اللي وصلتنا إنه يعني كيف واحد ممكن يطلع له بوزيتيف عقب ما ياخذ اللقاح، وممكن يكون يعني جميع اللقاحات لا تحتوي على فيروس حي، فمن المستحيل ان الواحد ينصاب من لقاح ما في فيروس حي. فهذا هو الجواب الصحيح، ان ما في اي ربط او علاقه بين اللقاحات وفحوصات الكشف عن المرض. أيضا من ضمن الأشياء اللي وصلتني في قنوات التواصل الاجتماعي، هاي كانت من يعني حاليا أطلقنا مثل هاشتاغ صحة دبي تجيب، ومن ضمنه راح نجاوب على الاستفسارات والأسئلة الأكثر يعني اللي توصلنا من قنوات التواصل الاجتماعي، راح نجاوبهم بهذه الطريقة. أيضا من ضمن الأشياء اللي توصلنا، نحن اليوم أطلقنا مشاركة مع دبي القابضة، هي بين دبي القابضة وهيئة الصحب الدبي، هي حملة واسعة للتبرع بالدم. حافلة التبرع بالدم راح تنتقل في الأماكن الداخلية الخاصة بدبي القابضة، وأيضا للعامة وللجمهور يمكنهم أن يروحون يأخذون التطعيم، يبدأ من باكر. محطتنا الأولى راح تكون في سيتي ووك، وهي دعوة للجميع اللي عنده القدرة أن يتبرع بالدم. حافلة التبرع بالدم بتكون موجودة في منطقة السيتي ووك، يعني إذا ظاهرين تتعشون ولا تطلعون سانسون وشفتوا الباص وتبرعوا بالدم إذا كان عندكم القدرة. أكيد راح يكون راح يكون في هناك الفحوصات الأساسية قبل التبرع بالدم، ويكون في أسئلة لازم يجاوبون عليها قبل التبرع بالدم، يعني هاي من ضمن الإجراءات الموجودة. أيضا من ضمن الأشياء اللي توصلنا وايد كأسسارات، إن ممكن نحن نيجي المراكز بدون موعد جميع خدمات هيئة الصحة بدبي، وهذا نحن تقريبا نقوله في الإذاعة بشكل يومي. صحيح. إنها من خلال المواعيد المسبقة من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي أو من خلال الرقم 1-8342، لكن بشكل عام التطبيق بيكون وايد أسرع، إن الواحد يقدر يتحكم باليوم والتوقيت ويشوف يعني مثل يسمونه التقويم كامل قدام، يقدر يتنقى اللي يحتاج أو اللي يعني الأنسب له.
تقريبا هذه الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونحن نتمنى من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى بعد أخذ اللقاح، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة، ويعطيك ألف عافية أختي أسماء الجناحي، شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، نحن أيضا نضم صوتنا مع صوت الأخت أسماء الجناحي بخصوص موضوع التبرع بالدم. مثل ما ذكرت بأن الحافلة بتكون موجودة في سيتي ووك في دبي، فدائما نشجع بالتبرع بالدم، لأن دائما التبرع بالدم يعتبر من الأمور أو العمل الإنساني الحقيقة، ومن خلالها ممكن، أو من خلال الدم اللي أنت تتبرع فيه ممكن أن تنقذ حياة إنسان. ناخذ فاصل اختي آمنة، وبعد الفاصل عندنا موضوع جميل اليوم عن دراسة مسحية لليافعين تم عملها في مدارس حكومة دبي من قسم برامج ودراسات الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي، وبتكون ضيفة معايا الدكتورة منى عبد اللطيف عمر أخصائي أول الصحة العامة، وبإمكانكم التواصل معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. خلكم يانا فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم مستمعينا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية 4006. وننتقل إلى فقرتنا الثانية اليوم، وفقرة أنماط الحياة أختي آمنة. شو هاي الدراسة اليوم؟ دراسة مسحية لليافعين في مدارس دبي. طبعا أخوي عبدالله، نفذت هيئة الصحة بدبي مؤخرا دراسة مسحية حول السلوكيات الخطرة على صحة اليافعين في مدارس دبي للتعرف على أنواع وأنماط هذه الممارسات والسلوكيات. نعم. ووضع الحلول المناسبة لها. وطبعا عشان نعرف أكثر عن هذه الدراسة اللي أجرتها هيئة الصحة بدبي، بتكون معانا اليوم الدكتورة منى عبد اللطيف عمر أخصائي أول الصحة العامة بقسم برامج ودراسات الصحة العامة. صباح الخير دكتورة منى. أهلا، صباح النور أختي آمنة، صباحكم أهلا فيك. بخير، مرحبا دكتورة، صباح الخير. صباح النور، أهلا، شكرا على الاستضافة، وشكرا على إعطائنا الفرصة أن نتكلم وياكم في البرنامج المهم. نعم دكتورة منى، حبينا نعرف منك اليوم فكرة عامة عن الدراسة المسحية والجهات المنفذة لها. حبينا نعرف المستمعين دراستنا اليوم تتكلم عن شو. نحن بنتكلم اليوم عن دراسة قامت بها إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي للفئة العمرية من طلبة المدارس من 13 إلى أقل من 18 سنة، يعني صف 8 و 9 و 10 و 11 و 12، من الصف الثامن إلى الآخر صف دراسي في المدرسة. نحن سألناهم، هالمجموعة سألناهم عن طريق استبيان إلكتروني هم اللي ملوه، عدة أسئلة تتعلق بالسلوكيات الخطرة المضرة بالصحة لهذه الفئة العمرية. فمن ضمن الأسئلة اللي سألناهم إن عن سلوكياتهم أو السلوكيات الخطرة في السيارة أثناء ذهابهم أو عودتهم للمدرسة. نعم. أو حتى يعني برا المدرسة يوم يكونون راكبين السيارة. نعم. فسألناهم مثلا السؤال التالي، سألناهم كد استوى خلال 30 يوم الماضية قبل المسح، قبل ما تجاوب على السؤال الحين 30 يوم اللي طافن، ركبت سيارة يقودها سائق مشغول بالهاتف ولو يوم واحد، لو يوم واحد بس من هالثلاثين يوم اللي طافن، كد السائق انشغل بالتليفون وهو يسوق السيارة وانت راكب وياه في السيارة أيها اليافع؟ فتقريبا 60% قالوا نعم. أنا كنت أتوقع 100% قالوا نعم دكتورة. صراحة دراسة جدا مهمة. والله يعني نحن الحمد لله نشكر. أو أكيد أنت دكتورة ما تبين تقولي النسبة الأكيد. إنه ما خلوها 100% الحمد لله. الرقم يعني مو 100% بس بعد 60% مو بحلو. صح، مو بنسبة هينة. يعني تصوري من كل 10 طلبة من اليافعين 6
كانوا راكبين في سيارة والسائق انشغل بالتليفون وعرض حياته للخطر، عرض حياته وحياة الصغارية للخطر اليافعين. نعم، فأنتوا هاي الدراسة دكتورة منى شو هدفها؟ هدف أنتوا الحين أقمتوا بهذا المسح، الهدف منه؟ الهدف منه أن نرد نوعي الناس ونوعي المدارس ونوعي الطلبة ونوعي جميع الذين يشاركون في الحفاظ على صحة اللاعبين أو المؤثرين على صحة اليافعين، شو هو دورهم وشو لازم يسوون. بس إذا تسمحين لي اختيامنا أعرض سؤال آخر سألناه في هذا المسح. تفضلي دكتور. سألنا، شكرا أخوي، سألنا هل كنت ترتدي حزام الأمان يوم يعني حد يسوق السيارة وانت راكب السيارة؟ نادرا ما كنت ترتدي حزام الأمان أو لا ترتديه أبدا. 19% قالوا، أو قولي 20% قالوا نعم، يعني نحن ما نلبس، نادرا ما نلبس الحزام أو مو ما نلبس الحزام. يعني من كل 10 من الفئة العمرية 13 إلى أقل من 18 يركبون السيارة، من كل 10 2 ما يربطون الحزام إلى الآن مع كل الجهود وكل التوعيات. فهذا شو شو يعني شو يقولنا؟ هل هذه الأجوبة على ما تدل؟ تدل على أن هذه سلوكيات بشرية تحتاج توعية مستمرة باستمرار. نوعي التوعية داخل المدرسة، التوعية خارج المدرسة، التوعية في الإعلام، توعية كل المسؤولين عن صحة اليافع، اليافع نفسه، الآباء والأمهات، المدرسة. الحين أنا سؤالي حق الآباء والأمهات، الصغارية يوم يسيرون المدرسة، ساعات يسيرون الأم أو الأب اللي يعني هما السائق، ساعات الدريول هو السائق. صحيح. فنحن نطلب من الأم والأب أن يكلمون الدريول، لا تنشغل بالتليفون، وهم نفسهم الأم والأب يوم يتسوقون رجاء لا تنشغلون بالتليفون. نقول حق اليافع إذا شفت الذي يسوق المركبة منشغل بالتليفون، قل له لو سمحت لا تنشغل بالتليفون، تعرض حياتنا للخطر، بليز سكر التليفون، نزل التليفون من يدك. نعم، فهذه الدراسة دكتورة منى جدا مهمة. إذا كان لدينا الآن أحد المستمعين معانا عبر الإذاعة أكيد يقود السيارة، نحن نقول له إن حياتك وحياة أبنائك أمانة في رقبتك، يعني مجرد هاي الدقيقة اللي بتلتهي فيها بالتليفون ممكن أنها تأثر على حياة فرد من أفراد الأسرة، أو ربما مو بأسرتك، أسرة أخرى يعني ممكن تصطدم بها أو يعني تعرض حياتهم بشكل عام للخطر. فهاي الدراسة اللي قمتوا بها دكتورة منى تعتبر دراسة جدا مهمة، أوضحت يعني أيضا نتائج يعني لا يستهان بها، يعني المفروض نحن نوعيهم ونثقفهم في هذا المجال. فنبغى نعرف منك أيضا، أن أنت قلتي لنا أن هذه الدراسة وهدفها، نبغى نعرف عدد المدارس اللي شملتها هاي الدراسة والفئة العمرية للطلبة. كامل عدد الطلبة من اللي جاوبوا على الأسئلة كان 1600 طالب وطالبة من 22 مدرسة مختلفة من المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي. نعم، فإذا بنقول إن يعني خلاصة يعني الحديث أن النتائج اللي خرجت بها الدراسة المسحية، أن نقول أن لا نزال نحتاج إلى الجهود التوعوية أولا في المجتمع، ولي الأمر العزيز، من أب من أم، رجاء انتبهوا أن يوم تسوقون السيارة لا تنشغلون بالتليفون وعيالكم في السيارة، أو إذا كان السائق هو اللي يسوق السيارة والصغارية في السيارة، بليز كلموا السائق قولوا له لا تنشغل بالتليفون لو سمحت وانت تسوق، وعلموا الصغارية يخبرون السائق بليز نزل التليفون لا تنشغل بالتليفون وانت تسوق عشان هالشي خطر، ويخبرون الأهالي إنه لا كان في انشغال بالتليفون أو ما كان في انشغال بالتليفون. وأيضا حزام الأمان، أرجوكم تأكدوا أن الصغارية يربطون حزام الأمان كل يوم، كل يوم الصغارية ينسون نركب السيارة، هم ينسون يربطون الحزام، كل مرة نركب السيارة نذكرهم اربطي الحزام أمي، اربطي الحزام حبيبي، اربطي الحزام حبيبتي، كل يوم كل مرة، كل مرة نركب السيارة نعيد نفس الكلام لين ما يترسخ في ذهنهم. طبعا تكرار الفائدة، برامج توعوية ويا المدارس
على أساس أنه يكون الأمر منظم داخل المدرسة أيضا، رسائل التوعية داخل المدرسة أيضا توصل. نعم دكتورة منى، إذا بنقول الحين مع جائحة كوفيد-19 هل التوعية لديكم أصبحت أصعب أم أسهل؟ يعني أنتوا الحين يوم بتوعون المدارس إذا الطلبة في البيت كيف بتكون التوعية؟ نعم، هو في الجزء الخاص بتطبيق التوعية هو خاص بالصحة المدرسية. نعم. من إدارة حماية الصحة العامة، وهم أخواننا يعني ما قصروا وحاولوا على قد ما يقدرون، لأن كل مدرسة فيها ممرضة. نعم، يعني أنتوا تقصدون أن أقسام، نوضح للمستمعين أن دكتورة منى من قسم البرامج والدراسات الصحة العامة، فالتوعية تكون في قسم الصحة المدرسية، هذا اللي تقصدينه صحيح؟ نعم، وهم كانت عندهم خطة أن يوم الدراسة أونلاين أن ممرضة المدرسة لا تزال تسوي البرامج التوعوية عن طريق الأونلاين، من خلال إذا مو بهي بنفسها من خلال الأستاذ، أن اليوم التوعية الصحية المسج كان كذا. نعم. فكانت مستمرة عن طريق الأونلاين، إذا مو عن طريق الممرضة نفسها فعن طريق الأساتذة اللي كانوا موجودين أونلاين. نعم، فبنقول خلاصة أيضا أن هناك أكيد توصيات في هذه الدراسة، إذا ممكن تذكري لنا دكتورة منى. نعم، نحن لسنا ويا أشقائنا في دراسة في الصحة المدرسية، وقلنا لهم أن محتاجين أن إعادة تعزيز مسجات التوعية فيما يتعلق بسلامة اليافعين في المركبات، وإن شاء الله يعني هذه البرامج التوعوية مستمرة إن شاء الله في المدارس. إن شاء الله. نصيحة أخيرة تقدمينها دكتورة بخصوص هذه الدراسة للمستمعين؟ الأولياء الأمور، نعم، المستمعين بشكل عام، نعم، هي أرجوكم يعني علموا عيالكم ثقافة لبس حزام الأمان، وعلموا عيالكم إن هذا حقهم، إن يعني إذا حد يعرض حياتهم للخطر داخل المركبة لازم يكون عنده ثقة في نفسه إنه يتكلم يقول أرجوك سكر التليفون، أنت تعرض حياتنا للخطر علشان كلنا نكون بخير. فالآباء والأمهات أرجوكم عززوا هذه الثقافة عند اليافعين. نعم، شكرا لك دكتورة منى عبد اللطيف عمر، أخصائي أول الصحة العامة بقسم برامج ودراسات الصحة العامة التابع لهيئة الصحة بدبي. أخوي عبد الله، تعقيبك على الموضوع. والله اختيامنا موضوع جميل الحقيقة، الدراسة فعلا يعني في محلها وتحتاج إلى يعني عمل، وتحتاج إلى أيضا يعني أخذ هاي مثل ما ذكرت الدكتورة منى، يعني أخذ كل المعلومات هاي والنتائج وتحليلها ووضع خطط الحقيقة يعني تثقيفية لي يعني تقليل يعني مثل ما ذكرت الدكتورة المشاكل اللي ممكن يتعرضون لها الأطفال خلال يعني ذهابهم إلى المدارس عن طريق استخدام أولياء الأمور، أو حتى مثل ما ذكرت السائقين استخدام الهاتف أثناء يعني السواقة. نعم طبعا، هذا يعتبر يعني الدراسة هذه كإعادة تعزيز كما ذكرت الدكتورة لجميع الآباء ولأولياء الأمور، ولنا طبعا نحن صحيح. كأفراد في المجتمع أن ننتبه لهذه الأمور وخاصة حزام الأمان. نعم، وتحتاج تكاتف أيضا للجميع، أن يعني ليست المسؤولية فقط على قسم برامج ودراسات الصحة العامة بهيئة صحة بدبي، ولكن يحتاج إلى أيضا تكاتف الجهود مع المؤسسات اللي موجودة في الإمارة والمؤسسات العلمية أيضا والمدارس والكليات وجميع المؤسسات، على أساس أن تكون يعني خطة وبرامج يعني مجتمعية ومتنوعة مع كل المؤسسات. ناخذ فاصل آمنة، وبعد الفاصل شو عندنا موضوعنا اليوم؟ الحمل وكوفيد-19. نعم، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل أيضا النصية القصيرة 4006،
وفقرتنا الثانية مستمعينا الأعزاء اليوم تحت عنوان الحمل وكوفيد 19. طبعا موضوع جميل، ونحن بالأمس أيضا تكلمنا عن مواضيع مختلفة متعلقة بمستجدات كوفيد 19، واليوم أيضا عندنا موضوع عن الحمل وكوفيد 19. بنعرف أيضا عن استمرار تأثير طبعا جائحة كوفيد 19 على حياتنا بشكل يومي وبشكل عام. أيضا هناك العديد مستمعين الأعزاء من الأسئلة والمخاوف بشأن تبعات تفشي هذه الجائحة على السيدات الحوامل ومدى تأثيرهن بفيروس كورونا وتأثير أيضا الفيروس على الجنين. نعم. تفضل يا أمي. نعم طبعا أخوي عبد الله، ما زال يعني ما زالت النساء المصابين بكوفيد 19 وهم حوامل يعني متأثرين أيضا، وفي خوف من هذا الموضوع. فنحن اليوم حبينا أن نستضيف معانا الدكتورة طبعا لتوضح هذا الموضوع للمستمعين، وخاصة للنساء الحوامل والمصابين بكوفيد 19. نعم. فأخوي عبد الله، مثل ما تعرف إذا أصابت أي أم بأي عارض صحي أثناء الحمل ممكن أنها هي تخاف أو تتوتر، فما بالك طبيعي. بإصابة الأم بفيروس كورونا وهي تحمل جنين في أحشائها، فأكيد بتكون خايفة ومتوترة. صحيح. فحبينا اليوم نحن نطمن المستمعين ونطمن الأمهات، وبتكون معنا إن شاء الله اليوم الدكتورة إكرام عبد العزيز، أخصائية أمراض النساء والولادة بمستشفى لطيفة. صباح الخير دكتورة إكرام. يا صباح الخير، يا صباح السعادة، ومحبيت أستاذ عمنا أستاذ محمد، وأنا مبسوطة دائما أكون معكم على الهواء، وطبعا أنتم مصرين تخلوني مستشفى لطيفة. والله توني يا بقول هذه أنا دكتورة مصرة خليك في مستشفى لطيفة. أنا خلاص خلوني على لطيفة وما عندي مانع. حياكم صباح السعادة. نعم. عليكم خلاص دكتورة، بنقلك مستشفى لطيفة. أنا قلت لها تابعين هيئة الصحة دبي والمستشفيين واحد، وأنا مبسوطة أكون معاكم إذا كان في مستشفى دبي ومستشفى لطيفة، فمرحب بكم وصباح السعادة عليكم. أهلا فيك دكتورة. السعادة طبعا دكتورة، نحن نرد نقول حق المستمعين أن الدكتورة إكرام عبد العزيز أخصائية أمراض النساء والولادة بمستشفى دبي، وهذا طبعا اللي طبعا يتعاملون معك دكتورة لازم يعرفون المستشفى اللي أنت تبع له، فإحنا نقولهم أن أنت تبع مستشفى دبي، وجميعكم جميعنا تبع هيئة الصحة في دبي، نعمل تحت مظلة واحدة ومؤسسة يعني تهدف لخدمة المجتمع. فدكتورة إكرام، اليوم نحن موضوعنا يعني وايد حساس وايد مهم، فنبي نعرف منك في البداية على مدى تأثير الجنين عند إصابة الأم بفيروس كورونا، وهل إصابة الأم تتسبب في الإجهاض أو الولادة المبكرة لا سمح الله؟ طيب الموضوع مثل تفضلت أستاذ عامة إنه هو مهم جدا جدا جدا، ونحن لسه يعني تحت المشاكل بتاعت الكوفيد مثل ما كل الجميع عارف، فالناس الحاجة الأفضل إنه الناس بقت يعني التوعية ما شاء الله لهم لك الحمد والشكر. فلما نجي نتكلم عن تأثيرات الكوفيد على الأم الحاملة، هي نحن بنعرف إنه الحامل هي أكثر عرضة من غيرها إنها تصاب بالكوفيد 19 وبالكورونا، فعشان كده دائما عندنا نصائح هنقولها أكيد في آخر الحلقة للحامل. بالنسبة إذا كانت المرأة الحامل هي أصيبت بالكوفيد 19، بالنسبة للدراسات الموجودة لحد الآن خلال العام الفائت كله، ما في إصابات اللي هي ما بتزيد عدد الإجهاضات أو ما عندنا زيادة في عدد الإجهاضات بالنسبة للكوفيد. الإجهاض ممكن يكون نسبة للمضاعفات اللي بتحصل من الكوفيد، يعني مثلا إذا كانت درجة الحرارة عالية جدا جدا، عشان كده نحن بنقول علاج الأم الحامل بيكون في المستشفى، فلكن الكوفيد نفسه ما فيه زيادة في عدد الإجهاضات. بيزيد عدد اللي هي الولادة المبكرة، والولادة المبكرة بتكون نسبة لتدخل الأطباء لتوليد الأم حتى إنها تقدر تواصل حياتها بصورة أحسن. الكلام ده معناه إنه الأم الحامل لما تصاب بالكوفيد بيكون عندها قابلية أكثر إنه يحصل لها إصابة حادة في الجهاز التنفسي، وتكون عندها قابلية أكثر من غيرها من السيدات إنه تكون تحت جهاز التنفس الاصطناعي، وإنه تكون أكثر من غيرها إنما يسموها بملازمة متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد. ف
ففي الوقت ذاك نحن كدكاترة أو كأطباء نساء وتوليد بنحتاج نتدخل لتوليد الأم قبل زمنها حتى نساعد اختصاصي العناية المكثفة واختصاصي الأمراض الصدرية إنه الأم ترجع للتنفس الطبيعي أو يقدر يدخل الأنابيب بتاعت التنفس الاصطناعي. فبنحتاج مرات إنه نولد الأم قبل زمنها, وده اللي هو إنه الولادة المبكرة. نعم. طبعا يا دكتورة هاي يعني حالات تعتبر نادرة صحيح اللي نحتاج إن ندخل جهاز تنفسي للمرأة الحامل. إذا أنتي قلتي في البداية إن يعني لا توجد حالات إجهاض كبيرة للأم المصابة ب أو حالات مثل ما نقول الولادة المبكرة للأم المصابة بفيروس كورونا, فنحن بدورنا يعني نطمن بس نقول إن في حالات ممكن إن تحتاج هذا الشيء, صحيح دكتورة؟ أيوة, هي نحن هي الهدف مش إنه هو التخويف, الهدف إنه نحن بنقول إنه بصورة عامة لحد الآن اللي هي الكوفيد المشاكل الصحية منه أقل, لكن نحن بنقول للأم الحاملة أنت أكثر من غيرك من السيدات التعرض للإصابة للكوفيد ممكن يدخلنا لحتة حرجة اللي هي النسبة قليلة لكن هي موجودة لو هي أكثر من غيرها. يعني ما نحن نقول أكثر من غيرها إن هي بتحتاج لتنفس اصطناعي أو أكثر من غيرها يحصل لها التهاب رئوي أو حاد. فعشان كده الولادة المبكرة هي مش ولادة مبكرة بسبب الكوفيد نفسه, هي ولادة مبكرة لتدخلات الأطباء في حالات الكوفيد الحرجة. فبيحتاج للتوليد, وفي الوقت ذاك الطفل بيكون محتاج اللي هو بيكون قدج وبيحتاج لعناية بتاعت الأطفال الخدج وبيحتاج لزمن في العناية المكثفة بتاعت الأطفال. فدي بعض المشاكل لبعض السيدات اللي هم نسبتهم بتكون بسيطة لو احنا حسبنا العدد الكلي للحوامل. صحيح. نعم دكتورة. مستمعين الأعزاء معنا عبر الهواء اليوم عبر الهاتف الدكتورة إكرام عبد العزيز أخصائي أمراض النساء والولادة بمستشفى دبي. بإمكانكم التواصل معنا على الأرقام 600551414 وأيضا على الرسالة النصية على 4006. دكتورة إكرام, أيضا من الأمور اللي ممكن يكون فيها نوع من التخوف بالنسبة للأم المصابة بكوفيد 19, هل يعني يمكن للعدوى أن تنتقل من الأم إلى الجنين؟ السؤال ده مهم جدا أستاذ عبد الله, لأنه نحن يعني من الأسئلة باستمرار الواحدة بتكون بتفكر فيها أو بتسأل باستمرار. نحن لحد الآن كل الدراسات اللي اتعملت في المرأة الحاملة اللي هي عندها الكوفيد 19 ما في توصيل بين النشيمة وبين الطفل, ما وجدنا ما يعني دراسات نادرة جدا جدا إنه في إصابة من الأم, أو الدراسات اللي اتعملت نعتبرها غير كافية إنها توضح إنه في إصابة من الأم داخل الرحم. معظم الإصابات اللي بتحصل للطفل بتحصل له بعد الولادة اللي هي من الانتقال المباشر من الأم اللي هي نحن عن طريق الرذاذ أو عن طريق الملامسة من الأم للطفل. فأكثر الإصابات هي بعد الولادة, لكن أثناء الحمل نفسه نحن ما عندنا في الدراسات اللي هي اللي عملت لحد الآن الموجودة إنه في إصابة من الأم للجنين. الإصابات معظمها بعد الولادة بتكون بالملامسة المباشرة أو بالرذاذ اللي بيطلع من الأم أو بالانتقال المعروف للكوفيد نفسها ونفس الإصابة للشخص الآخر, لأنه الطفل بيكون أكثر لصقا بأمه في موضوع الرضاعة وحنتكلم عنه, وفي موضوع أنه الأم بتحتاج تحمل طفلها في معظم الأوقات. صحيح. ممتاز دكتورة. أيضا أنا عندي سؤال الحقيقة عن من أحد الخوات عن موضوع التخطيط للحمل. تقول هل تفضلين دكتورة أن يتم يعني تأجيل التخطيط للحمل خلال المرحلة هاي إلى فترة يعني ما يتم يعني الانتهاء من الجائحة هاي؟ أتذكر دكتورة نحن مرة تكلمنا معك حول هذا الموضوع عن أهمية التخطيط للحمل. فالسؤال فعلا هو سؤال مهم جدا جدا. احنا في مثل ما احنا قلنا هسي الحين انه الام الحامل هي اكثر عرضة من غيرها من السيدات للاصابة بفيروس الكوفيد, لانه المناعة بتكون عندها اقل. والحاجة الثانية هي اكثر عرضة انها تحصل لها المضاعفات من غيرها. فلطالما انه هي الام هي الحامل هي اكثر عرضة من غيرها, فمن باب اولى التخطيط السليم للحمل. ولو في امكانية انه السيدة تعمل مانع للحمل او تعمل اللي هي اللي احنا بنقول عليها تخطيط جيد للحمل قبل لحد الحين انتهاء الجانحة, او لحين انها هي تكون هي نفسها اخذت التطعيم, أو إنها هي في صحة لو كانت هي عندها أمراض قبل كده مثلا هي أمراض سكر أو أمراض ضغط, تكون هي في وضع صحي جيد يسمح لها إنها تحمل بدون مضاعفات, فما بيزيد عليها اللي هي المضاعفات بتاعت الكوفيد 19 عشان ما تحصل لها. فلازم تأخذ الفاكسين أهم حاجة للسيدة قبل الحمل,
والباكسين نحن بننصح إنه الوحدة لو أخذته هي غير حامل على الأقل تنتظر لمدة 3 شهور، لأنه نحن ما عندنا دراسات عن الباكسين مع الحمل، فبنقول لها تأخذ الباكسين أول حاجة وتأخذ مانع حمل أو طريقة اللي هي اللي بتستخدمها لمانع الحمل لحد ما تتم 3 شهور. ولو هي عندها أمراض صحية أخرى زي السكري أو زي الضغط أو أي أمراض اللي هي نحن بنقول عليها هي بتأخذ لها علاجات، تراجع الطبيب تتأكد إن هي في حالة صحية جيدة تسمح لها الحمل حتى بعد ذلك، عشان ما تحصل لنا هاي المشاكل المصاحبة للكوفيد-19 مع الحمل. نعم، مهم جدا جدا. نعم، وطبعا دكتورة أكيد هناك تدابير وقائية للمرأة الحامل وهي حامل، فنبي نعرف منك أيضا دكتورة ما هي التدابير الوقائية والاحترازية اللي ممكن تأخذها المرأة بنظرك كدكتورة؟ الحاجات المهمة جدا جدا بالنسبة للمرأة الحامل، وخاصة أن إحنا إنه هاي الفترة الناس يعني الأسواق فاتحة، فبنقول لها وجاي علينا رمضان أكيد، فنحن بنقول للأم الحامل ديري بالك على حالك. لما نقول ديري بالك على حالك معناته أنت غيرة الناس الآخرين، لازم أول حاجة الماسك أو الكمامة مهمة ونحن بنعتبرها خط أحمر، لازم تكون كمامتك باستمرار، أنت عندك كمامة وكمامة جديدة وأنت لابساها، غسيل الأيدي بصورة مستمرة، عدم ملامسة الأسطح، التباعد مع الآخرين، وما ما يأخذوا الفترة لأنه جاي علينا رمضان وأكيد حتكون في جمعة الأهل وحتكون في اللمات وحتكون في الأسواق، نقول لها تخير الأوقات اللي ما بيكون فيها زحمة في الأسواق وتخير الأوقات اللي ما بيكون فيها مجموعة بتاعت ناس، ودائما خلي إنه في مساحة بينك وبين الإنسان اللي قدامك في أي مكان أنت رحت له، وإنه تكوني ما تحاولي بقدر الإمكان نفس الكلام اللي إحنا عملناه في بداية الكوفيد-19، الناس لأنها بدأت تتساهل شوية شوية، فنقول لها يعني طالما نحن الوضع تحت السيطرة الآن فأنت ما تدخلي نفسك في حتة حرية بإنك تصابي بالكوفيد، خلي بالك على نفسك، السوائل بصورة مستمرة، عدم ملامسة الأسطح، التجنب الازدحام، لبس الكمامة، تحقيم الأيدي واستخدام الكحول واستخدام هاي الأشياء بصورة مستمرة، وخلي بالك على نفسك لأنه الوقاية في الكوفيد أحسن من 1000 قنطار بتاع علاج بعد الكوفيد. نعم، وطبعا دكتورة إذا تعرضت نقول المرأة المرضعة، إذا بنتطرق الحين إلى المرأة المرضعة، إذا تعرضت المرأة المرضعة لا سمح الله الإصابة بفيروس كورونا، هل يؤثر هذا على الطفل الرضيع؟ هل بإمكانها الاستمرار بالرضاعة؟ الرضاعة دي من الحاجات اللي احنا بنقول مهمة جدا 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 جدا، والسيدة المرضع لازم تعرف انه احنا على اسوء الحالات حتى مع الكوفيد احنا الرضاعة بالنسبة لنا بنوصي عليها. طيب نيجي نتكلم عن الرضاعة نفسها، انه هل هي يسمح للمرأة اللي عندها كوفيد-19 ترضع طفلها؟ نعم يسمح للمرأة المرضع انها ترضع طفلها، لكن الاحتياطات اللي احنا بناخدها لتجنب الإصابة، لأنه قبل قلنا نحن واحدة من العوامل اللي بتخلي البيئة الطفل يصاب بأنه يحصل له كوفيد اللي هو الملامسة مع أمه، فالملامسة المباشرة حنقول لها أول حاجة غسل يدينك بالطريقة المعروفة اللي هي الأقل لمدة أقل حاجة اللي هي 90 ثانية لدقيقة كاملة، لازم يكون غسيل الأيدي، بعدين تأكدي ما تلمس أي من الأسطح قبل اللمس طفلك، وبعد ذاك تأكدي من إنه السدي نظافة بطريقة صحيحة، بعد ذاك الأم لازم تكون لابسة الماسك اللي هو الكمامة، بعد ذاك تأخذ الطفل بتاعها بطريقة معينة وتبدأ ترضع الطفل. لو كانت الأم بترضع الطفل عن طريق الشفط، في بعض السيدات اللي هي ما تقدر تأخذ الطفل لسبب من الأسباب أو خايفة إنه تعدي طفلها، عايزة تشفط الحليب بتاع الثدي عشان تديه للطفل، فبنقول لها نفس الطريقة غسل الأيادي ونظافة الثدي بطريقة سليمة، وبعد ذاك تتأكد إن الشفاط أو الجهاز بتاع الشفط اللي هي هتستخدمه يكون معقم ويكون نظيف، وتشفط الحليب، وبعد ذاك تغسل إيده مرة تانية وتتأكد إنه كل شيء يتغير، حتى الإنسان الحي بالبيري الطفل الرضعة يكون متأكد إنه ما حصل تلامس بين البطن اللي هو الجهاز الحلدي بينه البيب الرضعة، إذا كانت هي عبارة عن حقان أو عبارة عن اللي هي الأنبوب أو الحاجة اللي هي حتوصل بها الرضعة للطفل. فالأم ترضع طفلها، نحن ما عندنا مانع من الرضاعة بل نوصي بالرضاعة،
لكن بنقول لها انت تاخذ التدابير باعتبار انه الكوفيد 19 ما ينتقل عن طريق النفس بتاعك اللي هو الرذاذ بتاع الفم او من الانف او من العطس او من الكحه او من الملامسه المباشره من ايدي من ايدك للطفل، فتكون انت تاخذ التحضيرات اللازمه وتاخذي طفلك وتربيه بالف سلامه. ونحن ملاحظتنا انه الاطفال هم اقل عرضه للاصابه بالكوفيد 19. نعم دكتوره، طبعا مثل ما ذكرتي بان مهم جدا الاخذ بالتدابير الاحترازيه واللازمه اثناء فتره الرضاعه. ايضا عندنا دكتوره سؤال عبر الرسائل النصيه من احد الاخوات اللي رقمها اخر ثلاث ارقام 555، تقول يعني دكتوره بما انت تقولين بان الحمل الحامل اكثر عرضه، فشو تنصحين المراه اللي تعمل وما هي النصائح اللي تنصحين فيها المراه اثناء ساعات العمل؟ أيوة يعني اذا كانت هي حامل وتعمل. طيب السؤال ده مهم لانه نحن يعني لا 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 الحكومه ربنا يعطيها الصحه والعافيه، هم الحامل في كل الاقسام يعني في الفتره الاولى تحت اللي هو الكوفيد كان انه الحامل بتمارس الدوام من داخل المنزل عشان يقلل احتكاكها بالاخرين. صحيح. لكن اللهم لك الحمد انه الفتره تحت الكوفيد الان هو نحن بنقول عليه اقل او يعني متحكم فيه، والناس بقت عندهم توعيه صحية جيدة جدا جدا. إحنا بنقول للحامل إذا كنت أنت بتداومي في المكتب تأكدي تماما إنك تعقب المكتب بتاعك قبل ما تجلسي فيه، والناس مثقفة جدا جدا في الموضوع دي، إنك تأكدي إني إذا كنت تستخدم الكمبيوتر أو بتستخدم اللي هو المكتب هو طبعا بكل شخص واحد، فهو معناته استخدامك أنت الشخصي، فلازم تعقمه قبل ما تجلس عليه، بعدين تتأكد إن هي عقمت يدينا أو غسلته. نحن بنحفز اللي هو نحمل غسيل الأيادي أكثر من لو ما تحصل لا غسيل الأيدي، الكحول موجود في كل المكاتب، لازم تعقم يدها بالكحول وتتأكد إنه كله شوية وشوية لازم تغسل إيدها أو تخط الكحول، وتتأكد إنه ما تكون في المسافات طبعا موجودة في كل المكاتب على حسب علمنا، ما تكون في اختلاطات وتجمعات في الأوقات مثلا بتحت الأكل، إذا كانت اللي هي الفترة اللي هي حياخذ فيها وجبة ما يكون يقعدوا مع بعض، يعني الناس تأخذ الموضوع عادي كده، كل حدا يأخذ الزمن بتاعه بتاع الراحة لحاله، أو حتى لو كانوا أكثر من شخصين حيكونوا مع بعض على الأقل المسافة الآمنة اللي هي نحن بنقول عليها أقل شيء مترين، يكون من بين حد لحد أو متر ونص لمترين، ويكونوا كل الناس بكماماتهم. عشان كده لما تيجي وقت أكل أو وقت شراب يستحسن يكون الإنسان لحاله، لو بيجوا أكثر من اثنين خلوا مسافة مترين عشان الواحد لو شال الكمامة ما يحصل، لأن الفيروس هو فيروس ثقيل ما بيأخذ المسافة دي كلها. وبنقول لها غسيل الأيدي بصورة مستمرة، لازم هي تحافظ على صحتها، الصحة اللي هي تأخذ الفيتامينات اللي هي مقدمة عليها، التغذية السليمة، شرب السوائل بصورة دائمة، وحركتها داخل المكتب، يعني الواحد ما يكون قاعد على المكتب 8 ساعات أو 6 ساعات، نقول لها كل شوية شوية لازم هي تتحرك وتتمشى عشان مشاكل الجلطات مع الحمل ومع الكوفيد ومع هاي الأشياء، ونقول لها خليكي أنت في نفسك سليمة وبدون مشاكل صحية، وخليكي بعيدة من الناس، وخليكي معقمة ودائما في حالة نظافة وتغيير، والملابس اللي بتكون برا البيت ما هي نفس الملابس اللي جوا البيت عشان تحافظ على ناس البيت الموجودين نفس الشيء، ويكون عندك طريقة لإنك تتحكم في نفسك ما تتعرضي للازدحامات وللملامسات الغير، والسلام الناس كلها اللهم لك الحمد السلام هو بس سلام، سلام عليكم وخلاص. صحيح. يعني ما يحتاج لعناء ولا يحتاج لأشياء، الواحد ده تخلي بال على نفسه وبال على الآخرين. صحيح. يعني يهتم بنفسه ويهتم بالآخرين. نعم دكتورة عندنا دقيقة وبنشوف اختي آمنة شو عندها. نعم طبعا دكتورة إكرام عبد العزيز أخصائية أمراض النساء والولادة بمستشفى دبي، اليوم طبعا موضوعنا كان جدا مهم وتحدثنا فيه عن يعني مواضيع أو محاور جدا مهمة، ففي الختام طبعا شاكرين لك دكتورة إكرام عبد العزيز تواجدت معنا وشاكرين لك هذه المعلومات القيمة، شكرا لك. شكرا لكم كثير، أنا مبسوطة. نعم فطبعا أخوي عبد الله ذكرت لنا الدكتورة إكرام صراحة معلومات جيدة. نعم محاور جدا مهمة، وكان أهمها هو التخطيط السليم للحمل، فإذا المرأة الحين حبت أنها تحمل نقول لها أن دائما خذي اللقاح
وانتظري 3 شهور عشان تتجنبين لا سمح الله إذا أصيبت بفيروس كورونا أن تصاب يعني بأعراض تكون كبيرة. فنحن الحين على دراية بهذا الفيروس، على دراية بهذه الجائحة، فالأفضل الوقاية طبعا. صحيح، ومع هاي المعلومات القيمة أختي آمنة من جنتي أيضا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات ومعلومات صحية ومفيدة مستمعينا الأعزاء، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل المبدع معنا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الغفلي، ودائما مخرجنا المتألق الأستاذ نمر محمد، وكل الشكر والتقدير لك أختي آمنة آل علي. شكرا لك اخوي عبد الله. الله يحييك، وتقبلوا تحياتي مستمعينا الاعزاء. انا عبد الله محمد جمعه، ودمتم جميعا بصحه وسعاده. صحه وسعاده بالتعاون مع هيئه الصحه بدبي.